اهلا بيكم، معكم مرا عادل، وحلقه مهمه هنتكلم فيها على الستوري اليمنتس او عناصر القصه في اللغه الانجليزيه. تحديدا هنفوكس على حاجه اسمها البلوت. البلوت هو تسلسل الاحداث في القصه. بس قبل ما ندخل في البلوت، تعالوا بسرعه كده نراجع حاجتين اساسيين عندنا في اي ستوري، وهما السيتنج اللي هو بيكون التايم والبلايس بتاع القصه. يعني هنا مثلا اخترت قصه باتمان، فطبعا السيتنج بتاعتنا هي جوثم، مدينه جوثم، وعندنا التايم طبعا بيختلف، بس يعني خلينا نفترض ان هو وينتر او الشتاء، او فدي كده السيتنج بتاعه الستوري. عندنا بقى الكاركترز، ليهم انواع وتفاصيل هنتكلم عليها في فيديو لاحق ان شاء الله، ولكن هنتكلم النهارده على المين كاركترز زي باتمان والجوكر وجوردن. اي بقى ستوري بيكون ليها بلوت او ترتيب للاحداث وبياخد سيكونس معين. دي مش رسمه جبل ملهاش لازمه، لا دي رسمه مهمه، تعالوا نعرفها بالتفصيل. بس قبل ما ندخل، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. يلا بينا ندخل القصه. زي ما قلنا، البلوت او هي احداث القصه بيكون ليها سيكونس معين او ترتيب معين. زي هنا ده الترتيب الاشهر، بنبدا اول حاجه بالاكس. زي ده الترتيب ده مثلا، زي الترتيب ده بيكون في غالبية القصص. اول حاجة بيبقى عندنا الاكسبوزيشن. الاكسبوزيشن اللي هو بداية الاحداث، بنبدأ نقدم بقى المين كاركتر والسيتنج. زي كده حتى لو بتفرج على فيلم او بتقرأ قصة، بتلاقي دايما بيعرفك الاول كده بالشخصية الرئيسية وايه عايشة، حياتها عاملة ازاي، ايه المدينة اللي هي عايشة فيها، بيعرفك السيتنج، التايم، البلايس، الكاركترز. فده كده الاكسبوزيشن اللي هو introducing the story. بعد كده بيبدأ يحصل عندنا حاجة اسمها conflict او صراع. اتكلمنا عنه في فيديو مخصوص، تقدر ترجع له من الفيديو ده. ولكن اول ما يبدا يظهر الكونفليكت وتبدا المين كاركتر بتاعتنا تواجه مشاكل، سواء مشاكل مع شخص معين او مشاكل مع المجتمع او مشاكل حتى مع نفسها، فدي بيبدا يحصل عندنا حاجه اسمها رايزنج اكشن، تبدا المشاكل تتصاعد. يبقى رايزنج اكشن لما البروبلمز بتبدا تظهر. زي هنا مثلا في قصه باتمان بيبدا يظهر له الجوكر ويبدا يعمل كايوس وفوضى، فيبدا يحصل عندنا رايزنج اكشن. اول بقى من المشاكل تتصاعد 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 لحد ما توصل لاعلى جزء من القصه اللي هو بيكون ذا موست اكسايتنج بقى اكشنز، بيحصل عندنا الكلايماكس. يبقى الكلايماكس ده اعلى جزء في القصه، بيبقى فيه اكسايتمنت، بيبقى فيه اثاره، بيبقى فيه بيج بروبلمز، المشاكل بتبدا تكبر تكبر. دي اكبر حاجه خلاص ممكن توصلها في الفيلم، اكبر عقده اللي انت بتحس بقى خلاص يا ده البطل هيموت، يا ده هيحصل كارثه. انت من جواك عارف ان البطل مش هيموت، كده كده المنتج مش هيموته، ولكن يعني بتكون دي بقى اصعب مشكله. زي مثلا لما الجوكر كان خلاص هيقتل باتمان، دي كده الكلايمكس اللي هي اعلى نقطه في البلوت. اللي بعدها بقى بيبدا المشاكل تتحل، بيحصل عندنا فالينج اكشنز. ممكن فالينج اكشنز دي تحصل بسرعه او ممكن تاخد تدريج لحد ما تتحل خالص، ولكن بتبدا في العموم في الفالينج اكشن بتبدا البروبلم او الكونفليكت ده يتحل لحد ما يوصل بقى خلاص للحل الاخير، ان بقى الشرير يتسجن او ان المشكله تتبدل او ان يحصل اي حاجه، البطل يموت يا سيدي اي حاجه. بس المهم ان خلاص ما بقاش عندنا كونفليكت، فبالتالي يحصل عندنا الريزولوشن، خلاص دي كده النهايه. زي مثلا لو ان الجوكر خلاص اتسجن، فدي كده اصبحت ريزولوشن ونهايه القصه. يبقى افتكرها دايما بالمثلث. انت عندك الاول اكسبوزيشن، بدايه قصه، رايزنج اكشن، مشاكل بدات تظهر، اعلى حاجه في المشاكل بتبقى الكلايمكس، بعد كده بتبدا تتحل في الفولينج اكشن، واخيرا لما نوصل للحل النهائي ده كده الريزولوشن. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنتكلم على باقي الستوري اليمنتس وهنركز على الكاركترز بانواعهم. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنتكلم على، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. Thank you for watching. Bye bye.